كل شخص فيهم كان بيمارس روتين يومه العادي، اللي نايم واللي بيشتغل واللي واقفة في المطبخ بتحضر الأكل لأسرتها واللي بيلعب مع أولاده واللي في المدرسة. وفي ثانية واحدة الوقت وقف والدقايق ما بقتش تعدي، وبعدها ساد الهدوء. قنبلتين بس اترموا في الجو اتسببوا في انهاء حياة مئات الالاف من البشر في ثانية واحدة، وخطف اعمارهم وحياتهم ومستقبلهم، كل ده في غمضة عين. لو انت المسؤول عن ازهاق كل الارواح دي هتقدر تتخطى كل ده وتكمل حياتك بشكل عادي كأن شيئا لم يكن؟ لو انت بني ادم طبيعي وسوي ما كنتش اصلا عملت كده. ولو انت عندك بعض من العقل والقلب فبكل تأكيد مش هتقدر تكمل حياتك عادي. انا الموت، انا مدمر العالم. روبرت اوبنهايمر، ابو القنبلة النووية. روبرت اوبنهايمر ولد سنة 1904 لأب يهودي ألماني، وركز بقى في حتة انه كان اصوله ألمانية عشان بعد كده يخترع القنبلة النووية لأمريكا، واللي هي في الحرب العالمية التانية كانت عدو اساسا لألمانيا. كان روبرت من عيلة غنية جدا، وسنة 1925 دخل جامعة كامبريدج، وكانت بداية سيئة ليه جدا لان جامعة كامبريدج من الجامعات اللي بتهتم بالجانب التطبيقي اكتر من الجانب النظري، يعني يخلوا الطلبة يعملوا تجارب بايديهم عشان يوصلوا للنتائج بنفسهم. واوبنهايمر ما كانش ليه في الكلام ده وما بيحبوش، كان بيحب يحفظ ويوم يعني ما يتمعظم شوية يعمل شوية معادلات، فطبعا ما كانش ماشي كويس في الدراسة في جامعة كامبريدج، وكان الاسوأ من بين زمايله لدرجة انه اكتئب وبقى بيكره زمايله والاساتذة بتوعه جدا. متخيلين من كتر ما كان بيكره كل اللي حواليه في الجامعة، جاب تفاحة وحط عليها مواد كيميائية سامة وادها الأستاذ من الأساتذة بتاعته اللي في الجامعة، بس على حظه الأستاذ ما كلش منها وما حصلوش حاجة. بس الموضوع انكشف بشكل ما وتم استدعاء أسرته، واللي دفعوا مبلغ كبير جدا كتعويض للجامعة وللأستاذ مقابل انهم ما يدخلوش الشرطة ولا يقدموا بلاغ رسمي ضد اوبنهايمر. يعني كان شخصية مجنونة من يومها، وكان بيدخن بشراهة وبيقعد ساكت اوقات طويلة جدا، وكان شبه مش بياكل ولا بيهتم فقرة الاكل دي اساسا، وبيميل للعنف والتدمير، وكان اغلب حياته عنده اكتئاب وبيعاني من مشاكل نفسية عميقة. بعد ما فشل في جامعة كامبريدج اتنقل للدراسة بجامعة جوتنجن في ألمانيا، وهناك اهتم بالفيزياء النظرية وسلوك المواد، واللي هيستخدم كل اللي درسه ده بعد كده في صناعة كابوس العالم. كان زميله وقتها المقرب ليه في الجامعة فيرنر هايزنبرغ، بس ما كانوش عارفين ان بعد حوالي 15 سنة هيتحولوا لأعداء. فيرنر هايزنبرغ هيعمل تحت الراية الألمانية ويوجهها لصناعة القنبلة، وأوبنهايمر هيعمل تحت الراية الأمريكية وهيبقوا بيتسابقوا من اللي يصنع القنبلة النووية الأول. أوبنهايمر حرفيا اتفوق في الجامعة لدرجة انه أخد شهادة البي اتش دي في الفلسفة وهو يدوب عمره 23 سنة، وكمان أخد البي اتش دي في الفيزياء وأخد بكالوريوس الكيمياء من جامعة هارفارد. في تلاتينيات القرن الماضي بدأ الحكم النازي يسيطر في ألمانيا، وبدأ هتلر يفرض سيطرته الكاملة. في الوقت ده كان الأمريكان بيعملوا اجتماعات يتابعوا بيها الأوضاع واللي بيحصل حواليهم، لحد ما جت سنة 1939 وبدأت ألمانيا تضرب في بولندا، ومنها بدأت الحروب تتتابع في أوروبا كلها. في الوقت ده أوبنهايمر كان بيشتغل بروفيسور في جامعة كاليفورنيا، وجاله خبر إن عالم ألماني قدر يعرف يعمل انشطار نووي. بدون الدخول في تفاصيل زيادة، الانشطار النووي ده بيبقى عبارة عن نواة الذرة بتضربها بنيترون فتتقسم نواة الذرة النصين، يعني مثلا ذرة من اليورانيوم اللي بيستخدموه في إنتاج الطاقة النووية بيضربوا النواة بتاعتها بنيترون فتنقسم لنصين وينتج عنها إنها تطلع نيترونين جداد، والنيترونين الجداد هيضربوا بيها ذرتين يورانيوم تانيين، وهكذا، ويفضل التفاعل مستمر وبيزيد، وطبعا ينتج عنه كمية طاقة مخنا ما يستوعبهاش. محدش كان متخيل إن ممكن عالم أو أي شخص يوصل بمخه إنه يكتشف الانشطار النووي. حتى أينشتاين اللي بينضرب بيه المثل هو نفسه كان شايف ان ده شيء مستحيل ومش ممكن حد يوصل له ابدا. المهم نرجع لموضوعنا، لما اوبنهايمر عرف ان في حد وصل للانشطار النووي قام جري على السبوره السوداء بتاعته وقعد يكتب في معادلات ويمسح ويكتب ويمسح عشان بس يقدر يستوعب كم الطاقة اللي هتنتج من الانشطار النووي، وطبعا لانه كم غير معقول من الطاقة وكم وهمي. في الوقت ده كان البلاد منقسمة لحزبين،
الحزب الأول كان فيه أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي، والتاني كان فيه ألمانيا وإيطاليا واليابان. وطبعاً أول ما المعلومات اتسربت لأمريكا إنه ألمانيا هم اللي اكتشفوا الانشطار النووي والطاقة اللي بتنتج منه، فعرفوا إن بكل تأكيد هيستعملوه في الحرب. ما هم برضو مش عاملين الأبحاث دي كلها باء يعني. وطبعاً لو عملوا أسلحة نووية كده من غير نقاش نتيجة الحرب محسومة، وغالباً هيتم إبادة أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي، ويمكن كمان ما يقدروش يسيطروا على الوضع فيبيدوا العالم بقى كله ونخلص. طبعاً أمريكا جريت وقتها ووجهت كل استثماراتها وفلوسها وبقت بتضخ بالملايين علشان بس تجمع العلماء ويقدروا يوصلوا هم للسلاح النووي الأول، وسمت المشروع مشروع مانهاتن السري. الكلام ده كان في 1942 تقريبا، واختاروا حتة فاضية ما فيهاش ناس عشان التجارب النووية والكلام ده، فاختاروا صحراء ولاية نيو مكسيكو، وكان تحت قيادة الجيش طبعا. وتم تعيين أوبنهايمر قائد المشروع، وبقى الألمان شغالين بقيادة فيرنر هايزنبرغ والأمريكان شغالين بقيادة أوبنهايمر، وكل واحد منهم في سباق مع الزمن اللي يلحق بقى يصنع الأسلحة النووية الأول. وفضلوا على الوضع ده يعملوا في نماذج للقنبلة وتفشل وهكذا لحد ما جت سنة 1945 ومات الرئيس الأمريكي وقتها. وكمان هتلر انتحر بعد ما قوات التحالف هزمت الجيش النازي، فكده المنافسة وقفت. بس طبعا أمريكا ما وقفتش الأبحاث والتجارب، لأنها عارفة أنها لو قدرت تصنع القنبلة النووية فهي هتكون أكبر قوة على الأرض، ومحدش هيقدر يجي جنبها، وهتبقى هي القوة العظمى. وكمان كانت لسه اليابان بتضرب في أمريكا وأمريكا بتضرب في اليابان، والدنيا كانت مفتوحة على البحر، وما كانش فيه أي اعتبار لا دي منطقة سكنية فيها مدنيين ولا دي منطقة عسكرية، كانوا بيضربوا في بعض وخلاص. وأغلب المدن اليابانية كانت اتدمرت لأن القوة العسكرية بتاعت أمريكا كانت أقوى بكتير، لكن برضو اليابان كانت رافضة تماما الاستسلام. وفي نفس الوقت أمريكا عايزة تخلص منهم، ما هم مش هيفضلوا كده كتير ومش هيقدروا يتحملوا كل خسائر الحرب دي لفترة أطول، فكانوا عايزين ينجزوا ويخلصوا من تصنيع القنبلة النووية ويقوموا ضاربين بيها اليابان وبكده يوقفوا الحرب. وطبعا محدش هيقدر يجي جنبهم تاني لأن الكل هيخاف بعد ما يشوف قد إيه السلاح النووي سلاح فتاك وهيقضي على مئات آلاف البشر في ثانية واحدة، فمين تاني يعني هيجرؤ إنه يجرب ويجي جنبهم؟ وبكده كلمتهم هتبقى مسموعة، وفي نفس الوقت هيبقى فيه سلام دائم إجباري. وفي يوليو 1945 اكتشف أوبنهايمر وفريقه نموذج القنبلة وطريقة تفجيرها، وطبعا كان لازم يجربوها عشان يعرفوا هل النموذج ده هيفشل ولا هينجح ولا هيعملوا ايه بالظبط. واختاروا مكان بعيد جدا في صحراء مكسيكو وقرروا يعملوا فيه التجربة، وحددوا يوم 15 يوليو 1945 وبدأوا تجهيز موقع التفجير، وعملوا زي برج كبير وعالي عشان يرفعوا عليه القنبلة، وإنها هتكون على بعد 30 متر عن الأرض عشان لو القنبلة انفجرت على الأرض هيضيع جزء كبير من قوة التفجير في القوة المضادة واللي هي الأرض. فقرروا يرفعوها 30 متر ويفجروها وهي فوق، وبكده قوة التفجير هتبقى أكبر وكاملة وأكيد هتبقى أسوأ. وعملوا غرف بعيدة جدا عن مكان التفجير تبقى غرف مراقبة، واستنوا لما الليل يجي. وفجر يوم 16 يوليو أطلقوا صافرة الإنذار وبدأ العد التنازلي عشان اللحظة الحاسمة، وفجأة الليل اتقلب نهار وحصل انفجار كان أول مرة تشهده الإنسانية، لدرجة أن أوبنهايمر وصف الناس اللي كانوا موجودين وقت التجربة وقال طبعا الأخبار وصلت فورا للرئاسة الأمريكية، وبدأ الرئيس الأمريكي ترومان وقتها يلقي خطابات شديدة اللهجة وفيها تهديد لليابان إنهم لو ما ارتجعوش واستسلموا وهدوا اللعب كده هتبقى العواقب صعب وغير متوقعة. لكن طبعا ما قالش إن العواقب دي هتبقى قنبلة مميتة تموت كل البشر دول، سواء بقى مدنيين أطفال رجال سيدات مش هتفرق، كله هيموت بدون أي ذنب. If the Japanese insist on continuing resistance beyond the point of reason, their country will suffer the same destruction as Germany. Our blows will destroy their whole modern industrial plant and organization, which they have built up during the past century.
أمريكا كانت شايفة وقتها أن الحرب طولت جدا وقصادها ملايين الخسارات البشرية، وملايين ده مش أي كلام، لا بجد الحرب العالمية التانية راح ضحيتها حوالي 40 مليون بني آدم مدني و20 مليون جندي، ما كانش فيه أسرة عايشة وإلا على الأقل مات منها واحد ولا اتنين، ده غير طبعا الخسائر الاقتصادية، احنا بنتكلم عن حرب قعدت سنين. فامريكا كانت شايفة انه هيحصل ايه يعني اما تضرب قنبلة نووية وتموت كام الف واحد، بس قصاد ده هتوقف موت الملايين. فكرة غريب برضو محدش يقدر ينكر ده. ساعتها تم اقتراح فكرة تانية اهدى شوية من فكرة ضرب قنبلة نووية في منطقة مأهولة بالسكان، وهي انهم بدل ما يضربوا القنبلة في اماكن مليئة بالسكان انهم يضربوها في اليابان برضو بس في حتة فاضية شوية، يعني كنوع من انواع الاستعراض بالسلاح، وهم اكيد لما هيشوفوا قوة الانفجار اكيد هيستسلموا والموضوع هينتهي. لكن تم رفض الفكرة من القيادة الامريكية لحقوق الانسان لمؤاخذة، وحتى اوبنهايمر هو كمان كان رافض، وكانوا شايفين انه لازم الضربة تكون في مكان مأهول بالسكان وتبقى ضربة قوية صح عشان بعد كده كله يعرف حدوده ويخاف. المهم ان امريكا حددت لجنة هي اللي هتحدد المناطق اللي هيتضرب فيها النووي، وعملوا حركة خبيثة حبتين. طبعا وقتها كانت الحرب والقصف شغالة الله ينور في كل اليابان، فأمريكا أصدرت قرار إنهم يوقفوا القصف على المدن اللي هيتم فيها ضرب النووي عشان الناس تفتكر إنها أماكن آمنة، وبعدها يفاجئوهم بالنووي اللي هيبيد المدينة كلها. حط نفسك كده مكان واحد مدني ياباني وعندك أسر، عندك اختيارين، والله تاخد أسرتك وتقعد في مدينة قصف فيها شغال يوميا، ولا تروح مدينة تقعد يومين هادي كده ومفيش قصف وبعدين تتكسب بالنووي. والله لك مطلق الحرية في اختيار الموتة بتاعتك. المهم نرجع لموضوع اللجنة، اختارت مدينة هيروشيما الأول لأنها كانت قاعدة عسكرية كبيرة وكمان كانت مدينة صناعية، وفي يوم 6 أغسطس 1945 طلعت 3 طيارات في اتجاه هيروشيما. واحدة من الطيارات دول كان فيها قنبلة نووية واللي كانوا مسميينها ذا ليتل بوي، يعني الولد الصغير. الطيارين نفسهم بعد كده قالوا انهم ما كانوش متوقعين حجم الانفجار الهائل اللي حصل، لدرجة انهم كانوا شايفين ان الارض عبارة عن حفرة نار كبيرة من شدة الانفجار، ما خلتش لا بني ادم ولا حيوان ولا شجرة ولا حتى مبنى، المدينة كلها في ثانية واحدة قلبت ركام وطوف فوق بعض. الخسائر البشرية بس من القنبلة دي تقدر بمئة ألف بني آدم لمئة واربعين ألف، معظمهم مات لحظة الانفجار والباقي مات متأثر بالإصابات. متخيلين العدد ده من البشر مات من ضربة واحدة؟ بعدها طلع ترومان الرئيس الأمريكي بيعلن في خطاب إنهم بيملكوا القوة وإنهم عندهم قنابل نووية ممكن تدمر أي مدينة في ثانية واحدة، وحتى في لقطة في الخطاب كان بيضحك فيها، أنتم متخيلين بني آدم لسه صدر أوامر بضرب مدينة كاملة مد ضحيتها كام طفل على كام أم على كام أب ولا أجداد وطالع في خطاب لسه بيضحك؟ متخيلين أنا بتكلم في إيه؟ وطلب في خطابه من اليابان إنهم يستسلموا وإيه اللي هيضرب تاني. اليابان وقتها رفضت الاستسلام، ويوم 9 أغسطس 1945 يعني بعد 3 أيام بس من القنبلة الأولى قررت تضرب أمريكا مرة تانية اليابان بالنووي، وسمت القنبلة المرة دي ذا فاتمان يعني الرجل السمين، واختاروا مدينة ناجازاكي هتكون هي الهدف الجديد. وبالفعل الطيارات طارت في اتجاه وتم التنفيذ، وراح ضحية الانفجار حوالي 80 ألف بني آدم، وبرضو مش كلهم ماتوا وقت الانفجار، لكن حوالي من 15-20% ماتوا بعدها متأثرين بالجراح سواء بقى حروق أو سرطان ناتج عن الإشعاع النووي. وبعد 6 أيام بالظبط وكان يوم 15 أغسطس اليابان أعلنت استسلامها لقوات الحلفاء، وفي 2 سبتمبر 1945 تم توقيع اتفاقية الاستسلام الغير المشروط في المحيط الهادي، وألمانيا كمان وقعت في 7 مايو، وبكده انتهت الحرب العالمية الثانية وبدأت كل البلاد تحتفل إن أخيرا الحرب خلصت وانهم هيبداوا بقى يعيشوا حياتهم بامان. طبعا اوبنهايمر وقتها كان عمال يتكرم من كل الجهات لان هو الراجل اللي انهى الحرب وهو اللي اخترع القنبله النوويه، وبقى صوره في كل مكان وعلى كل المجلات وبقى بطل زي ما بيقولوا عليه. اوبنهايمر على قد ما كان مبسوط بنجاحه الا انه كان جواه حته كده بتقول ان هو المسؤول عن موت مئات الاف البشر، وما كانش ده مريحه ابدا، ده غير انه كان دايما بيدعو للسلام وبيقول ان المفروض الناس بعد ما شافت قوه الطاقه النوويه ممكن تعمل ايه فالمفروض ما تفكرش اي بلد انهم يستعملوها تاني، وبقى خايف طول الوقت انه لو حصل حرب عالميه ثالثه والسلاح ده موجود فبكل تاكيد هتكون الحرب الاخيره
الأخيرة لأنها هتبيد العالم بأكمله. بعد الحرب أمريكا كانت عايزة يفضل مكمل في المشروع بتاعه ويطور الأسلحة النووية، لكن هو كان رافض تماما لأنه شاف إن إحنا وصلنا القنبلة بدت مدينة كاملة، ليه عايزين نوصل لأكتر؟ فقرر إنه ينسحب من عمله ويسيبه. وتم تحديد مقابلة مع الرئيس الأمريكي ترومان في البيت الأبيض عشان يتكلم أوبنهايمر مع ترومان ويفهمه يعني إنه مش من الضروري أبدا إنهم يطوروا من الأسلحة دي وكفاية بقى لحد كده. ساعتها ترومان سأله وقال له تفتكر روسيا هتاخد وقت قد إيه عشان توصل لصناعة قنبلة نووية؟ رد أوبنهايمر وقال له ممكن كام سنة. رد عليه ترومان وقال له لا مش هيوصلوا لها. هنا عارف أوبنهايمر ان الكلام ملوش لازمة مع الشخص ده اساسا لان ده علم وشيء طبيعي هيوصل له اي عالم مهما تطلب الموضوع من وقت وجهد. وهنا أوبنهايمر رد عليه وقال له انا ايدي ملطخة بالدم وانا السبب في موت مئات الالاف. وقتها اتعصب ترومان جدا وطرد أوبنهايمر من المكتب لانه كان شايف ان هو اللي السبب في موت الناس وان أوبنهايمر كان مجرد وسيله مش اكتر، لكن ترومان هو المسؤول عن النجاح والمكسب في الحرب وموت الكام بني ادم دول مش مهمين اصلا في نظره. أوبنهايمر عمل مؤتمرات كتير جدا وطالب كتير جدا بنزع السلاح النووي، لكن طبعا كل ده كان بدون جدوى. خلاص السلاح بقى موجود، سواء بقى انت طورته او لا في غيرك هيطوره. وفي 1949 الاتحاد السوفيتي اطلق اول قنبلة نووية في تجربة لهم عشان يشوفوا مدى قوتها، وطبعا كل البلاد اترعبت بما فيهم امريكا لدرجة انهم شغلوا صفارات الانذار. وبكده ما بقتش امريكا بس اللي عندها نووي، وطبعا كله عارف انه اذا قامت حرب وبلد اطلقت النووي التانية هترد عليها بنووي ويدمروا بعض في ثواني. وطبعا اكيد مش هيتم نزع السلاح النووي، فقرروا انهم يطوروا الاسلحة دي ويعملوا قنابل أسرع وأكبر وتبيد أكتر من مدينة في غمضة عين. في أمريكا صنعت القنبلة الهيدروجينية واللي صنعها العالم إدوارد تيلر. إدوارد كان من ضمن العلماء اللي اشتغلوا مع أوبنهايمر في صناعة القنبلة النووية. طبعا قوة انفجار القنبلة الهيدروجينية أقوى بكتير جدا من القنبلة النووية، وده توضيح لانفجار القنبلة النووية ودي قوة القنبلة الهيدروجينية. متخيلين الفرق في القوة قد ايه؟ المهم ان أوبنهايمر فضل يعمل محاولات كتير جدا لوقف تصنيع الأسلحة الخطيرة دي، وده خلاه يبقى عنده أعداء كتير جدا، وبدأ يتقال عليه انه شيوعي وانه جاسوس وانه بيسرب معلومات للاتحاد السوفيتي، لحد ما اتسحب منه كل الصلاحيات الأمنية اللي كانت معاه وعملوا له جلسة استماع كانت أقرب للمحاكمة. للأسف أغلب زمايله شهدوا ضده، حتى زميله العالم إدوارد شهد هو كمان ضده عشان بس أوبنهايمر كان رافض تطوير القنبلة الهيدروجينية بتاعته. وبعدها تم تأكيد سحب صلاحياته وتم استبعاده من أي منصب يخص الدولة. وبعدها أوبنهايمر اعتزل كل شيء وساب شغله تماما في مجال الفيزياء، وكان بيطلع بس في بعض اللقاءات التلفزيونية يقول آراء وبس. وبعدها قال تعبيره الشهير Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. وبعدين جاله سرطان الرئة ومات سنة 1967 وكان عمره وقتها حوالي 62 سنة. على الأقل أوبنهايمر فاق حتى لو متأخر، فهو فاق في الآخر وعرف إن استخدام أسلحة زي دي كارثة في حد ذاتها. ونتمنى إن أي دولة مسؤولة وعندها أسلحة نووية وهيدروجينية وغيرها من مدمرات العالم تبقى عارفة إن الروح البشرية أهم من أي حروب ومجازر، وإن الدنيا والله ما مستاهلة كل السباقات والحروب دي، ومحدش قد ذنب إنه يبقى أصلا مسؤول عن إزهاق روح حد. أتمنى تكون الحلقة عجبت، واستنوني في حكاية جديدة من حكاوتي. أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.